السلام عليكم. ان شاء الله هاد الحصه غادي نشوفوا كيفاش نخدموا هاد السطر اللي تيجي بهذا الشكل. وهنا تقدروا ديروا الاختلاف اي ديكور بغيتي نتوما. غادي نخدم نفس الموديل اللي تتشوفوا في التصويره، انما هذا الموديل ما غاديش يكون بكيمونو، غادي يكون في صاله عاديه. اذا في صاله عاديه راه سبق لي شاركتكم كيفاش دات. غادي يكون الاختلاف غير في العنق، غادي نفصلها. المهم الملحف انا قسمته على جوج و تنفصلو بهذه الطريقه. اذا تنخلي هنايا التركيز ديال جوج كمان هنا وهنا، وهذا مطبق على جوج. اذا تيجيني بهذا الشكل، واحد درت بها ديال لاستيك وحده غادي ندير لها هذا الموديل. بالنسبه للتبطين بطنتو صافي، غادي جاني بهذا الشكل. وهنايا دخلت بثمانية ونص بالنسبه للظهر بهذا الشكل، وهبطت هنا بجوج ديال السنتيمتر. هبطت هنايا بربعتاشر سنتيمتر، وهنا هبطت بثمانية ديال السنتيمتر. من ثمانية سنتيمتر درت واحد النقطة، خرجت بثمانية نيت، درت واحد النقطة صافي. وتسقطي هادي ديري واحد الخطة هكدا مستقيمة هكدا، أو غادي تخرجي هنايا بواحد سنتيمتر وتديها بهذا الشكل. هنا كذلك غادي تسطريها بهذا الشكل وتجي لهنا وتدخلي بواحد سنتيمتر، يعني غادي نقطع بهذه الطريقة هكذا، وغادي نقطع تما. غادي نقطعها ونمشيو نخيطوها بهذا الشكل. إذا القطعة ديالنا تجي بهذا الشكل، غادي نمشيو نخيطوها. راني وجدت الأمام ديالي، حددتو بهذه الطريقة. إذا قديت هنايا الكتاف مزيان وحددته باش منين نجي نخيط تجيني لا بارمونتور في المنتصف هانتي. ومن الافضل تشديها بالفنيتات باش ما تهربلكش. وهذه الحديده اللي حددتي في المنتصف ديال هادشي اللي حددتي صافي. غادي نشدها بالفنيتات باش نمشيو نخيطوها. حتى هنايا في المنتصف شديها مزيان. غادي نوقف الإبرة وغادي نرجع معاها. هنا كذلك من نوصل للمنتصف غادي نوقف الإبرة وغادي نرجع معاها بهذا الشكل. كذلك قياس ديال الصباط نفصلي كذلك لهنا، غادي تمشي قياس ديال الصباط وغادي تطاري معاها هذا الشكل صافي. غادي نقطعها وغادي نقطعها شوية من هنا مع هاد القطس هكدا التالي، وهادو غادي ندير لهم واحد شوية هكدا، وكذلك هنا غادي نقطعهم واحد شوية. وهنا في القنت في الوسط ديالها غادي نقطعها حتى التالي بهاد الطريقة، كذلك من هنا وكذلك من هنا وهنا كذلك. وغادي نعاود لها واحد الخياطة من بعد ما قطعتها، من عبدها في الخياطة صافي. إنما ما تفوتيش هذوك القنيتات اللي قطعتي، عاودي لها خياطة وانتي ماشية على اللولة
غادي نقلبها وغادي نحددها. دابا تقلبيها وتحدديها، انما تحدديها وانت تتخرجي هذاك الشيء اللي درتي بهذه الطريقه، يعني تقبطي داك الشيء كلشي مزيان وتحدديه، ما تخليهمش باش يقبطوا داك الشكل اللي عطيتيهم هو اللي خصك تحصلي عليه. من بعد غادي تمشي عند هنا عند لافامونتي وما تخليهاش هكاك، غادي تبقى منين تحدديها تخرج لك بهذا الشكل، رديها لبلاصتها لانك مفصلهم قد قد هنا كذلك قدام الفنيتات، وتبتي كذلك هادشي بالفنيتات، انما غادي تكوني تبتيهم بالفنيتات هكا بالطول هكا الفنيتات هكا، لانك انت غادي تخيطي بهذا الشكل صافي. وهنا كذلك غادي تجي للمنتصف وتشديها هنا بالفنيته وغادي تقلبي هكذا، وغادي نخدمو من الامام. دابا اذا هانتوما بالنسبه للشكل انت اللي تتحدديه كيفاش غادي يكون. اذا ها هي التقويره ديال العنق ديالنا دايره بهذا الشكل. هنايا غادي تمشي غادي تخدميها هكذا، هذه هي الاولى، ومن بعد خدمي هذه هي الثانيه، هذه هي الثالثه، ومن بعد هذه هي الرابعه، ودوز من هنا ما تمشيش حتى للمنتصف ديال القطعه هنا هكذا، وعاد تلصقي لهاد. اذا انت تتكوني مخططه شنو غادي تخدمي صافي. اذا الاولى غادي تجينا بهذا الشكل، اذا غادي نديرو لها هكذا، ما نقطعوش حتى نوصلو بالخياطه. اذا هذه هي الاولى غادي تجيني بهكا هكذا، ونوصل لهنا هانتوما نمشي بهذه الطريقه بدوران. اذا غادي نمشيو نخيطها بالماكينه، غادي نشوف الوجه ديالها وهذا اللي ارتطب، وغادي نحطها بهذه الطريقه. هانتوما شنو غادي ندير انا، غادي نبقى نريكل هذا التالي ديال هاد الوريضات هنا على هاد التالي، انما الخياطه غادي تكون ليا في الوسط ديالها هكذا، هنا الرجل هنا والخياطه في الوسط، لان خصني الخياطه ما تبانليش. وما تجبديهاش انت حدا غير مع لابارمونتيغ، ما تخرجلكش لبرا. اذا هكذا انا وصلت لهنا، اذا غادي نعطي هذيك لافورم اللي دايره بهذا الشكل. دابا رانا في السطر الاول، اذا غادي نمشي هكذا ونعطيها لها هكا بدوره. اذا هذاك الدوره انت اللي تتقضي، خصني غير لابارمونتيغ ما تحركش من بلاصتها. هنا تشوفي الطول اللي بغيتي ديري لها، غادي نكتكب هادي لانني مازال عندي، غادي يكون عندي واحد الطول واحد اخر اللي عندي شويه لغيتهم. هذه هي الاولى، غادي نديرو الثانيه كذلك، انما الثانيه غادي تكون 4 سنتيمتر
البعد ديالها ولا 3 سنتيمتر هكذا. اذا الثانيه صافي تجيك ساهله بزاف. اذا تقطي كذلك هذيك الرطبه هي اللي تديرها الفوق، تتخلي بيناتهم نفس المسافه هكذا. وهنايا هاد الوريضه اللي عندك هنا تكون عندك هنايا وهنا، تحافظي انت غير على ديك المسافه ديالك وصافي. يعني العين ديالك اللي تتخدم ولا تتراسيها، تقدري تراسيها، المهم لا فورماتيغ اللي عندك لتحت ما خصهاش تمشي. غادي نوصل لواحد المسافة ونقطعها، إذا ندير هكا ثلاثة، هي هاد واحد جوج ثلاثة أربعة، نخلي أربعة وندير لاغيطم، وغادي نقطعها. كذلك غادي ندير اللي من بعدها، كذلك جا الرطبة هي اللي تخلفها وانتي مستمر. هنا كذلك غادي نخليها بنفس المسافة، إذا هنا درت أربعة غادي ندير أربعة ونسالي من هنا بهاد الطريقة هكذا، وغادي ندير لها هدنا وغادي نقطع باش تجيني وحدة تابعة وحدة. دابا هاد الجهة صافي ساليتها، غادي ننتقل للجهة الأخرى. صافي دابا هاد الجهة تجيك بهاد الشكل. دابا الجهة اللي من بعدها غادي نمشي لهنا وغادي ندير كذلك هنايا نفس، المهم نفيني شوية هاد البلانطير. الأفضل تفيني وتكويه عاد تخدمي به. اذا هنا غادي تكون عندنا نفس العمليه اللي هنا الجهه الاخرى نفسها. اذا غادي تبقى تريكلي هذه الجنيه هكذا وغادي توصلي لهنا هكذا، وغادي تديري هادي كذلك هنايا وغادي تخيطي، وخص ديك لا فورماتور ما تبانش من الامام هكذا.
دابا هانتوما غير نوصل لهنا ما غاديش نوصل حتى للثاني، اذا خصني نفس المسافه اللي عندي هنايا غادي تكون عندي هنا. اذا هنا ها هي، اذا نوصل لهنا ما نوليش نوصلها حتى لعندها. شنو غادي ندير؟ ندير هكذا ونطلق الطونتيل ديالي بهذه الطريقه ونديه ياخذ هذا الاتجاه الى هنا، وعاد نستمر معاه نفس المسافه اللي عندي هنا. هذه الوريده ديالي مزيان، انا غادي نمشي بهذه الطريقه هاد التواب ديال الملح ملي تيدارو بالعرض تيكون فيهم بحال تيتجبدولك متيساعدوكش في الخدمة. هانتوما دابا شنو غادي ندير؟ غادي نزيد على هاد المسافة بربعة ديال الوريدات وغادي نحبس. تيعطوني نفس الشكل ديال وحدة فوق وحدة، إذا هكدا غادي ندير ربعة ونحبس. ندير لغيتنا وتما غادي نقطع دابا. غادي ندير لكم دوك الوريدات اللي غادي ندير لها بالجنيه. هنا تقدروا ديروا المسافه اللي بغيتيو. هانتوما جايه وحده من بعد وحده. دابا هنا غادي نعمر هنا دوك الوريدات اللي غادي ندير لها هنا. بالنسبه للوريدات سبق لي وريته لكم، اذا تنمشي تناخذها بهذا الشكل اذا نبلتهم بهذا الشكل. شوفوا كيفاش درت لي بالي، درتهم بهذا الطول. علاش؟ لان الماكينه غتبقى تمشي لي بهذا الشكل، يعني خصها تجي مستقيمه معاه باش ما تهرسليش ليبره. صافي، اذا درتهم في البلايص اللي خصني نديرهم. دابا تبتهم في البلايص اللي غادي نخيطهم. وهنا بالنسبه لابارمونتور ما خصهاش تجيك مزيره من التحت، اذا تجي هكا بلا. وهنايا شوفوا شنو درت، قبضت هنا الفنيتات درتهم هنا بالطول هكذا، لان الماكينه غادي تبقى تخيطهم لي هكا بالطول وخصني ما تهرسليش ليبره. اذا نفس العمليه درتها هنايا. صافي، ما بقى لي الا نخيطهم. الا كان عندك هاد الوريدات فيهم هذاك الشبكه كثيره، اذا تتقبطيها وتتلمطيها لتحت عاد تتخيطيها. انا ديجا عندي مقطعين قطعيتهم بهذا الشكل، ما بغيتش نضيعهم. يعني الا كان هكذا عندك هكذا تدخليها لداخل وعاد تبقى تخيطيها. غادي نخيطوهم دابا. باش ما يتهرسوا ليش، باش ما يضربوا ليش دوك الفنيتات اللي درت في ليبرا. صافي، دابا خيطتها وغادي ندير لها واحد الخياطه من هنا. نزيد لها واحد الخياطه من هذا الشكل لهذا الشكل. علاش؟ باش ما بقاش تهز من التحت من الداخل، يعني تبقى تصبر لها. صافي، وغادي نقطع. غادي ندير نفس العمليه للجهه الاخرى وغادي نرجع. صافي،
اذا هادو اللي تيخرجوا لك هكذا تالتالي وتني هكا تصوب ودري لهم شويه بالبريكي راه تيرجعوا لبلاصتهم غير ما تعطليهاش فيها. المهم راه ما تيبانوش نهائيا. غادي نخدم الجهه الاخرى وهنا تزوقيها باش ما بغيتي اما ديريها بهذا اللون اما اللون شنو ما بغيتي. انا غادي ندير لها هذا اللون لان فيها بزاف غادي يفتح لي حتى الكحل. بالنسبه لهادو الا حفاو لكم انت خصك شي قرعه الزاج ديري لها هذا جربوا راه تيوليو مزيانين بزاف صافي. اذا هاد الجنيبات ديال الطونطيل غادي نفينيهم بهاد الشكل وغادي ندير لهم هكذا. هي في الاول اللي كان عليا ندير هاد الطريقه باش منين تخيطها ما تلقاش فيها مشكل انما ماشي مشكله. غادي نمشي معاهم بهاد الطريقه باش يجي شكلهم زوين صافي. وكذلك هاد الجوانب هكذا تنهز هادشي هكذا وتنكوي شويه هكذا باش ديك الشبكه التحتانيه تتحيد. وبحال قلت لكم الا كانت الشبكه كبيره تتلمطيها لتحت وعاد تخيطيها. انا غادي نفينيها مزيان. وهنا بالنسبه للعنق حتى التالي عاد درت له لابارمونتور ديالو وخيط الجوانب. وهنايا مشيت بنفس العرض هنايا تمشي بنفس العرض ولا تخيطيها من التحت تجيبيها على السرجي صافي. اذا غادي نوقفها لكم باش نوريها لكم الشكل النهائي. وهنايا بالنسبه للكميمات راه خيطتهم عادي وعاد خيطت لها فوق هذه وحتى هي غادي نفينيها باش يجي شكلها زوين. غادي نساليها ونوري لكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديالها تجي بهذا الشكل والكميمات تجي بهذا الشكل. تقدروا دوك العقيقات تستعملوهم هنا كل وحده ديروا لها وحده هنا وحده هنا وحده هنا باش يبان داك الاختلاف ديالهم. تجي بهذا الشكل. نتمنى تكون عجبتكم. مع السلامة.